إذن مشاهدينا، الحديث عن تداعيات أعمال العنف ضد المهاجرين في والعامة والمسلمين خاصة أيضا في بريطانيا. معنا عبر زوم من لندن نائب الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا. مرحبا بكم أستاذ محمد كزبر. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم. إذن هذه الانتهاكات كما تعلمون تصل إلى مستوى الجرائم، وهي مدفوعة بوضوح بكراهية ضد المسلمين كما يعلم الجميع في بريطانيا. من يقف وراء هذه الموجة برأيكم أستاذ محمد؟ طبعا لم نشهد في بريطانيا أحداث يعني خطيرة وغير مسبوقة مثل الأحداث التي مررنا بها خلال الأسبوع الماضي من هجوم على الجالية المسلمة. مررنا فيها في السابق ولكن لم تكن بهذه الحدة وبهذه الخطورة. أنا في بريطانيا منذ أكثر من 34 سنة ولم أشهد هذا الأمر. الحقيقة هذا طبعا فيه قلق كبير للجالية المسلمة، لا شك في ذلك. من وراء هذه الأحداث هم جماعة اليمين المتطرف، وهم معروفون لدى الحكومة البريطانية والسلطات البريطانية وحتى الشرطة البريطانية، وأيضا معروفون لدى المجتمع البريطاني. المجتمع البريطاني بمجمله مجتمع مسالم، يحب التنوع، يحب التواصل مع الآخر، مع الأقليات وغيرها. ولكن هناك دائما مجموعة متطرفة، مجموعة قليلة جدا دعني أقول متطرفة، تقوم ببث الكراهية والعنف والتفرقة والخوف ضمن خاصة ضمن الأقليات، ليس فقط على فكرة المسلمين ولكن كل الأقليات، حتى السود. رأينا اعتداءات على بعض المواطنين السود، رأينا اعتداءات على غير المسلمين، ولكن كان التركيز أكثر على المسلمين، بالرغم من أن المسلمين ليس لهم علاقة كما ذكرتم في تقريركم من أي من هذه الأحداث المؤسفة التي ذهب ضحيتها 3 بنات في قرب ليفربول. ولكن يبدو أن هناك مخطط لتأجيج الصراع العنصري أو لتأجيج الهجوم والإسلاموفوبيا على المسلمين في بريطانيا. ومن هنا قام بعض الأشخاص المحسوبون على اليمين المتطرف مثل تومي روبنسون ونايجل فراج الذي وصل إلى سدة البرلمان حقيقة بالترويج بأن من وراء هذه الأحداث هم مسلمين. ومن هنا بدأت الأحداث المؤسفة التي رأيناها كلنا والتي لم نشهد لها مثيل في بريطانيا. ومن هنا تدعينا نحن كمجلس مسلمي بريطانيا مع مؤسسات إسلامية أخرى، ومجلس مسلمي بريطانيا يضم أكثر من 500 مؤسسة إسلامية ومساجد، تدعينا لتدارك هذا الأمر ومحاولة التواصل مع السلطات البريطانية ومع أصدقائنا من البريطانيين لاحتواء هذا الأمر والوقوف مع الجالية المسلمة في هذا الوقت الصعب. والحمد لله وجدنا تجاوب كبير من مؤسسات المجتمع المدني، حتى المؤسسات الدينية، الإعلام بشكل عام كان مساندا للمسلمين بعد هذا الذي حدث. الحكومة إلى الآن اتخذت إجراءات معينة ولكنها ليست كافية. طيب كيف تفسر أستاذ محمد توقيت هذه الموجة كما وصفتها غير المسبوقة؟ ما أهدافها؟ هل هناك أبعاد سياسية؟ لا سيما أنك ذكرت أنه وصول حزب العمال وبعض البرلمانيين إلى سدة الحكم، هل هذا هو الهدف الرئيس؟ طبعا هناك أهداف كثيرة، يعني عدة أهداف من وراء هذه الحملة. واحدة منها طبعا على مدار 10 أشهر الماضية وجدنا كيف أن المظاهرات التي خرجت نصرة لغزة ولوقف الحرب على غزة، وقف التدمير، وقف الإبادة الجماعية في غزة، وجدنا مئات الألاف بل ملايين خرجت من مسلمين وغير مسلمين يطالبون بوقف الحرب في غزة، وقف الإبادة الجماعية، ووقف تصدير السلاح من الحكومة البريطانية السابقة لإسرائيل وإدانة إسرائيل. طبعا في بعض السياسيين خاصة وزيرة الداخلية السابقة بريفرمان أعلنت بأن هذه مظاهرات كراهية، والحقيقة لم نجد أي من هذا العنف الذي وجدناه خلال الأيام الماضية من هذه المجموعات اليمين المتطرف.
من إحدى الأسباب هي أنه التشويش على هذه المظاهرات التي تساند غزة وتطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة. الأمر الآخر بعد الانتخابات الأخيرة التي حدثت والتي فاز فيها حزب العمال البريطاني بأغلبية حقيقة غير مسبوقة مطلقة، أيضا فاز بها بعض الشخصيات اليمين المتطرف، ومنها نايجل فراج الذي هو زعيم حزب الإصلاح اليميني المتطرف، ومعه 4 آخرين من النواب، عندهم كتلة من حوالي خمسة نواب في البرلمان الآن، وهم من يعني بدأوا بإثارة الإشاعات بأن وراء ما حدث من قتل للأطفال الثلاثة هم مسلمون، قبل التأكد من ذلك. وطبعا هناك عدد كبير من الذين يتبعونهم، ويتبعونهم بشكل أعمى، يعني عندما يقولوا ما يقولون يأخذ هذا الكلام وكأنه واقع وتبدأ الحملات. فواضح أنه بعد الانتخابات هناك ستكون حملة ضد الأقليات، ضد اللاجئين في بريطانيا، ضد حتى الذين يأتون من دول مختلفة، إن كان العمل أو للدراسة أو غيرها. هناك حملة لا شك بأنها خطيرة للغاية لو استمرينا على هذا المنوال، ورأينا بعض منها خلال الأيام الماضية. ولذلك نحث الحكومة البريطانية والشرطة البريطانية أن تقوم بواجبها بحماية كل المواطنين المسلمون. ليسوا مواطنين درجة ثانية في بريطانيا، هم مواطنون مثلهم مثل غيرهم، لهم حقوق وعليهم واجبات طبعا. وذلك نأمل من الحكومة البريطانية أن لا يكون هناك تصريحات جيدة على فكرة خلال الأيام الماضية من وزيرة الداخلية حتى من رئيس الوزراء البريطاني، ولكنها تصريحات لفظية. نريد أن يكون هناك شيء عملي، شيء لردع هؤلاء عن الذي يقوموا به من خلال اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة. هم معروفون الكل، يعني رآهم على شاشات التلفاز وغيرها. فذلك موضوع أن يصلوا إليهم ليس صعبا. لذلك لا نريد كلاما فقط من الحكومة البريطانية، نريد فعلا على الأرض. أيضا نطالب الحكومة البريطانية بتبني مصطلح الإسلاموفوبيا أو تعريف الإسلاموفوبيا في بريطانيا، التي قدمه بعض النواب من حزب العمال ومن غير حزب العمال، وقد وافق عليه حزب العمال كحزب، وافق عليه وتبناه. نأمل الآن من الحكومة البريطانية التي يرأسها هذا الحزب أن يتبنى هذا التعريف حتى قانونيا نصبح كما فعلوا في موضوع الأنتسيميتيزم اللي هو معاداة السامية. يجب أن يكون هناك تعريف واضح للإسلاموفوبيا، حتى بناء عليه يتم معرفة من تجاوز القانون عندما يتم التهجم على الإسلام والمسلمين في بريطانيا. فهناك عدة أمور تحتاج أن تقوم فيها الحكومة البريطانية لأن تشعر المواطن البريطاني المسلم وغير المسلم بأنها تقوم بواجبها تجاههم. في سؤال أخير لو سمحت باختصار شديد أستاذ محمد، كيف تقرأ تبني بعض الحكومات في أوروبا والغرب عموما التضييق بوضوح على الحريات العامة للمسلمين المواطنين في هذه البلدان، مثل منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، منع التبرع للمساجد وما إلى ذلك؟ دعني أقول بأنه نحن في بريطانيا مقارنة مع باقي الدول الأوروبية نبقى كوضع أفضل من غيرنا، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لدينا صعوبات وتحديات، وأيضا هناك تمييز ضد المسلمين في بريطانيا، فقط لتمييز بين الموضوعين. ولكن كما ذكرت حضرتك، في بعض الدول الأوروبية مثلا على سبيل المثال في فرنسا أو في ألمانيا أو في سويسرا أو في غيرها من الدول، هناك تشديد بشكل كبير على المسلمين في هذه الدول ومنعها من أبسط حقوقها من حيث اللباس أو من حيث أماكن العبادة وغيرها من الأمور، وهذا حقيقة خطير جدا. هذا يذكرنا بأيام اضطهاد الأقليات الأخرى، من أقليات إن كانت يهودية أو السود أو حتى هنا في بريطانيا موضوع الإيرلنديين وغيرهم، ولا نريد أن نصل إلى هذا المستوى هنا، والدور يكون على غيرنا. يعني الآن الدور على المسلمين وممكن في المستقبل أن يكون على غيرنا إذا لم نقف جميعا بوقفة رجل واحد لمواجهة هذه التصرفات العنصرية، إن كانت من حكومات أو من أشخاص ومن مؤسسات إعلامية أو مؤسسات سياسية أو غيرها. وذلك هذا واجب علينا نحن كمسلمين أن نتواصل مع أصدقائنا من المجتمع المدني أو من الجهات السياسية والجهات الدينية وغيرها. وهذا الحمد لله بدأ على فكرة
خلال الفترة الماضية. نحن كمجلس مسلمي بريطانيا نعم صحيح. تواصلنا، واليوم كان هناك زيارة رسمية إلى شمال إيرلندا، لأنه في شمال إيرلندا كان نعم الهجوم على الأقلية المسلمة، وهي أقلية قليلة جدا، أعتذر منك هجوم أستاذ شديد محمد. جدا حقيقة، نعم تم حرق لا محلات والتهجم على أشخاص ونساء مسلمات، نعم أستاذ محمد وأيضا إذا كنت تسمعني تهجم على المساجد. أعتذر ولذلك منك كان مهم جدا أستاذ محمد. أن نذهب إلى هناك أستاذ محمد ويعني نقف مع شكرا الجالية المسلمة جزيلا. فيه. إذا أستاذ محمد كزبر نائب الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا.